في كل مكان عبر بين سبورت. وظهور الأول في بطولة دوري أبطال آسيا بعد فوز طبعا سامسونج غوانتشو إيفرغراند وفيسل كوبي في هذه المجموعة ويانغليو. بينما في تشكيلة الفريق الياباني يبدأ اليوم بهيرو عن الفريق الياباني بلقب بطولة كأس الإمبراطور هناك في ومن التواجد هنا في قطر. كرة في الجهة اليمنى إيفرغراند في السنوات الماضية جميع النتائج مع فريق جوهور. كرة في مباراة الأولى هنا في قطر ثم خسارة جاءت توج بلقب بطولة كأس الإمبراطور. اليوم يجلس على قائمة البدلاء في هذه المباراة إراحة نيستا من خلال هذه فريق غوانتشو إيفرغراند. حارس المرمى يرسل كرة طويلة الحارس النسخة الثانية التاسعة مشاركة والتواجد. الفريق لا يملك إلا التجربة، لا يملك الخبرة، لا يملك السنوات الطويلة في دوري أبطال آسيا، لكن يملك نيستا، يملك الرسام نيستا. مع فريق غوانتشو حقق لقب بطولة محاولات مستمرة. كرة من جانب تاليسكا ولكن كرة يسقط تاليسكا مصابا في انتظار. هنا محاولة فرصة في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة، لكن علي رضا وحديث لا يغيب في السنوات الماضية. هنا تاليسكا مر يعدي تاليسكا يصول، لم يتمكن من الصعود في عام 2016 بعدها طبعا اسماء الحاضرة طبعا يابانية، لكن هنا البرازيلي. هنا تاليسكا يسقط وركلة جزاء، ركلة جزاء تحدى سبعة لرضا على طول يشير له تاليسكا. يتقدم تاليسكا، يتقدم تاليسكا ويسجل هدف أول يأتي لمصلحة غوانتشو. ثم كرة في الجهة اليسرى عرضية ملعوبة إلى منطقة الجزاء لكن جاء إلى الخلف في وسط الملعب. هذه المحاولة طبعا غوانتشو ريكاردو غولارد 26 سنة. تمريرة إلى للفريق الياباني تاناكا. تاناكا يرسل الكرة العرضية ثم فيسل كوبي اللمسة إلى غولارد خطير عند أليكسون فرصة لغوانتشو عرضية ملعوبة وفرصة إلى يويا. يويا عرضية إلى منطقة الجزاء لطل شرق القارة في انتظار التعرف على منتصف لمصلحة فريق فيسل كوبي. لمسة للأمام لكن أيضا كرة في وسط الملعب. أولسان هيونداي وإف سي طوكيو أيضا نادي إف سي سيدني الأسترالي الذي يتواجد. مي فانغ ليو طويل الكرة ارتداد الهجوم لفريق فيسل كوبي للفريق الياباني فرصة ولكنها تعدي. تسديدة من يوتا منذ عام 2018 وهو لاعب لفريق فيسل كوبي. تاليسكا ممتاز اللمسة من جانب تاليسكا والكرة العرضية من الكرة نحو المرمى تصطدم ثم تعود قوية والدفاع يتصدى يبحث عن المرور. مروع عدي يراوغ أليكسون يراوغ ما زال يسقط وخطأ يحتسب. يسرى لتاليسكا يمنى لأليكسون. أليكسون يتقدم ويسجل. صاروخ صاروخ من أليكسون. يمينية قوية، يمينية لا تصد ولا ترد في الزاوية الصعبة بل جاءت في المستحيل. تغير اتجاه اللعب بعيدة أو ما زالت في الملعب جودة إلى منطقة الجزاء لكن على طول تتخلص. يابانية لفيسل كوبي ملعوبة الكرة عرضية إلى منطقة ضربة ركنية. كرة ملعوبة الآن عرضية محاولة تتخلص من جانب الدفاع ما زالت المحاولة. أندرسون كل الأهداف أيضا جاءت عن طريق الكرات الثابتة وهذه كرة قوية مصوبة نحو المرمى لكنها تغطي. بعض الأندية انسحبت طبعا من الشرق وأيضا من الغرب قبل ذلك. الوحدة لعب على إيروكي وعلى أي حارس بالتأكيد. كرة عرضية كرة باتجاه تاليسكا لمسة للأمام 45
على النهاية. خلاص دقيقة واحدة هذه فرصة. تاكويا تمريرة بينية من جانب ظل في كل شيء. كرة باتجاه زهونغ إيهاو ثم ليكسون. خطيرة هذه المحاولة تسديدة تصطدم وشوط أول يعدي مشاهدون غوانجو. وهناك أيضا في اليابان من ينتمون إلى فيسل كوبي يتابعون خلف الشاشات. هذه الياباني بدون إنيستا يعني يعاني هجوميا بدون الرسام تقريبا. هي الكرة ملعوبة إلى منطقة الجزاء لكن تتخلص ثم تسديدة قوية لكنها إلى خارج الملعب. جميلة جولارد قدم للفريق الصيني. الفريق الصيني الذي يريد أن يثأر لخسارته. طبعا فوجوميتو أهدى اللقب الأول لتاليسكا. يحاول تاليسكا. تاليسكا يا تاليسكا. تاليسكو حط الفريق الصيني بطل آسيا مرتين. كرة ملعوبة طويلة عالية للأمام لكن السنوات الماضية بعض الشيء يعني تتكلم عن آخر فوزا بالبطولة. هي الأندية الكورية الجنوبية 11 لقب. الأندية اليابانية التي لم تلعب الجولات الأولى كرة بعد ذلك تمر. تغيير اتجاه اللعب طويلة كرة بعيدة بعيدة وممكن أن تكون لها كلمة في الفترة القادمة بالنسبة للشرق يعني قادران على الوصول للمباراة النهائية. ومواجهة طبعا أي بطولة منذ 1985 لم غوانجو إيفر جراند لعناصر فريق تيكنيست عام عامين وأكثر ربما ثلاثة أعوام قادمة. حتى الآن أي ردة فعل حقيقية وجدية من خلال هذه المباراة. قط ناديان من غرب القارة فاز بالبطولة وكرة فيها الهلال والسد. السد في عام 2011 والهلال في عام 2008 ألقاب من أصل آخر 10 ألقاب لأن الكرة. فالكل الآن يدور على نيستا. الكل يمرر تمريرة بينية كرة جميلة إلى منطقة الجزاء فرصة ولك. سانتي كازورلا أيضا حاضر مع السد. إسبان الجيل الرائع الجيل الممتع الجيل طويلة ملعوبة للأمام. كرة العودة ممكن هذه كرة والتسديدة والتعادل يضيع. والتعادل يضيع. الحارس والقائم الحارس والقائم والمدافع في اللقطة الماضية. واحدة من التمريرات اللي طبعا فقط نيستا على مستوى الهجوم بجانب ايضا البرازيلي. كره باتجاه نيستا ارضيه نيستا والكره تبعد من جانب الدفاع. هي طبعا متفوقه على مستوى الصناعه. هذه كره عرضيه ملعوبه وف...